طيب شيخنا، في الكامل لابن علي له اصطلاح يبدو غريبا، يعني هو في ترجمة بعض الرواة يعطي حكمه في آخر الترجمة، فيقول: وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصد. فهذا يعني لأول وهلة كأنه يجعل الصدق يعني مضادا للضعف، فالضعف يكون في العدالة، وهذا إن ثبت كأنه يعني يتهم في العدالة أو شيء من هذا. أنا أرى أن تفسر هذه العبارة بما سبق من الكلام، فهو الذي يحدد هل يقصد بالصدق هنا هو ضد الكذب، أم يقصد الحفظ والضبط فيما يروي. هو الظاهر من الترجمة أنه يقصد الحفظ والضبط. طيب، فيفسر على ضوء ذلك. يعني صدقي في روايته يعني خطأ أو صوابا، لا يقصد الكذب المتعمد. يعني كما تعلم من اصطلاح اللغة العربية كذب فلان، ليس من الضروري أن نفسره بأنه تعمد الكذبة. كذلك نقول صدق فلان، ليس من الضروري أن نفهم منه بأنه قصد الصدق، وإنما هو روى الصدق. هذا عكس كذبة يعني. ما أدري الفلسفة في اللغة هذه مقبولة ولا لا، خاصة من أعجمي ألبانيا. بركة. اي نعم. يعني هذا اللفظ اصطلاح قريب من اصطلاح الحافظ صدوق، يعني هو ما يقصد أنه ضد كاذب أو غير كاذب، إنما يقصد أنه ضابط عادل، إلا أنه عدل، إلا أنه خف ضبطه في هذا. أحسنت، جزاك الله خير. أليس قريبا أستاذي من هذا؟ بيقول الناس شم وصلي على الرسول. أنا بقول شم واذكر الله. أمسك. جزاك الله خير. أقول أليس هذا قريبا؟ قريب جدا. لكن يا شيخنا، على كلام الأخ علي يرد تساؤل. تفضل. لفظ الصدوق إذا أطلقت بدون مقابلة ممكن نحملها على الصدق العدالة والضبط أيضا، لكن إذا قوبلت بالضعف فهنا الإشكال يرد. صحيح، وأنا الإشكال مسلم به. نعم. ولذلك كان جوابي يفسر على ضوء ما سبق من الكلام. نعم. فأجبت بأنه يعني ماذا؟ يعني الضعف والضبط، ضعف الحفظ. الحفظ هذا هو. شيخنا، في علل الحديث ابن ابي حاتم كثيرا ما يورد عن ابي حاتم رحمه الله انه يطلق لفظ البطلان ولا يتبين وجهه. اي نعم. فهل يعني من خلال استقرائكم للعلل ونحو ذلك وقفتم على معنى البطلان في اصطلاح ابي حاتم في العلل؟ أنا ما أستطيع أن أقول أن له اصطلاحا خاصا، لكن أقول أن هذا الاصطلاح لا يختص به أبو حاتم وحده، فكثيرا ما يصدر مثله عن غيره من المتقدمين والمتأخرين. وقد قلت قريبا جوابا عن مثل هذا السؤال، الذي يتبين من البحث في وضعهم لهذه الكلمة، مجاري كلامهم يعني هو وضعهم لهذه الكلمة فيه، وأن هذا شيء لم ينص عليه فيما علمته في المصطلح، يعنون بطلان المتن تارة وبطلان الإسناد تارة أخرى، ولو لم يكن هناك في السند كذاب أو وضاء يستلزم القول بذلك بالبطلان. مثلا فيما يتعلق بالمتن، لا يخفاك ولا يخفى على كل طالب علم أن المتن إذا كان يخالف ما هو معلوم مثلا من الدين بالضرورة،
أو كان يخالف ظاهر آية أو حديث صحيح، فواضح جدا حين ذاك أن هذا المتن الذي يرويه ذاك الضعيف أن البطلان جاء من حيث متنه. وإن كان الراوي ليس يعني متهما بالوضع، وتارة يقصدون البطلان من حيث الإسناد. مثلا ولهم مثل هذه العبارة التي سأذكرها، أن الإمام الزهري مثلا له تلامذة كثيرين جدا، يأتي أحدهم من الضعفاء فيروي عن الإمام الزهري بإسناده العالي الصحيح، كأن يقول حدثني أنس بن مالك، فيقال هذا حديث باطل. ليه؟ أين أصحاب الزهري الثقات الذين خالطوه وصاحبوه سنين معدودات، ثم لا أحد من هؤلاء يروي هذا الذي رواه هذا الضعيف؟ فإذا هذا باطل. هذا الذي أفهمه من استعمالهم يعني في كلامهم. وهذا يذكرني بالقصة التي تذكر في ترجمة نوح بن أبي مريم تارة، وفي الكلام عن الحديث الموضوع في المصطلح تارة أخرى. فجاءوا إليه وقالوا له: من أين لك هذه الأحاديث؟ ترويها عن عكرمة، عن ابن عباس، وهؤلاء أصحاب عكرمة لا يرون شيئا مما ترويه أنت عنه. فأجاب الرجل بكل صراحة، قال: لما رأيت الناس شغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق عن تلاوة القرآن، وضعت لهم هذه الأحاديث حشبة. نيته طيبة. الشاهد، فاكتشفوا وضع هذه الأحاديث بتفرده عن ذلك الشيخ الثقة وهو عكرمة دون سائر أصحابه. هذا الذي أفهمه من كلمة باطل. وفي فعل الحديث أكثر خطايا بني آدم في لسانه. أبو حاتم قال رفعه باطل. أيوة، رفعه باطل. يمكن أن يفهم هنا أن البطلان قد يطيق أبو حاتم على مجرد الخطأ، يعني كان ممكن أن يقول هو موقوف مثلا، لكن ليس هذا فقط. يلاحظ ما أشرت إليه آنفا، كأن يكون الثقة رواه موقوفا، وهذا الضعيف رفعه. فبيانا لهذا الواقع الذي شرحته آنفا أطلق لفظة البطلان، وله يكفي أن يقال هذا منكر. لكن مجيء الحديث من رواية ثقة أو أكثر موقوفا، وهذا طبعا في وجهة نظري هو الذي سوغ له أن يطلق البطلان على الحديث المرفوع.